بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في منافسات البطولة الاحترافية إنوي لقسمها الأول، وهذه الجولة التاسعة، مباراة التي تجمع فريق حسنية أكادير بفريق اتحاد طنجة. كما نشاهد الرداد الداكي بمساعدة هشام أيت عبو الحنفي السعدي. لا ننسى الحكم الرابع يوسف الهراوي المتواجد اليوم، ومراقب المباراة الوداني مصطفى. إذا ننتظر انطلاقة المباراة، والمباراة تنطلق بالزي الأسود على يسار الشاشة. هناك اتحاد طنجة، فيما بالزي الأبيض فريق حسنية أكادير. الكرة لقلبي الدفاع سعود ثم كوناتي، هذا سعود هذا كوناتي، والكرة بالصدر. رائع هذا التمرير، هذا التمرير، هاتي الباس اورينتي رائع بالصدر. المدن تعود الآن لسديري وثم رامي، عودة تشطاش جلال للمدن الآن. هنا طلب الكرة أيضا كاتي كاتالوندي، بينما روعة، روعة يا ماديك، روعة يا ماديك. هنا الزيادة العددية الآن، خافي يطلب الكرة، خافي الآن، خافي خافي. أولى الأهداف، أولى الأهداف لاتحاد طنجة، بينما الحكم يقول كان هناك تسلل، كان هناك تسلل على خافي في اللقطة الأخيرة. نشاهد الإعادة، نشاهد الإعادة، والحكم الذي يعلن عن تسلل الجعدي الآن لكوناتي، كوناتي، بينما التدخل سليم. هذه المرة، هذه المرة أصبحت مكشوفة، هذه المرة أصبحت مكشوفة، كان واضح يعني المرة الثانية الجعدي يريد كوناتي على مستوى الكرة الأولى، وبالتالي تحويل هذه الكرة الأولى صوب لاعبي فريق اتحاد طنجة. لا زالت طنجاوية الكرة الآن، الفرصة لاتحاد طنجة، هنا الفرصة لاتحاد طنجة، بينما يترك امتياز وكاني كاني كاني. الكرة ضربة مرمى يقول الحكم. اتحاد طنجة يطالبون يعني بالركنية الآن، فيما الحكم جمال البصري يرى غير ذلك، يقول ضربة مرمى. الطريق بلاعب اتحاد طنجة، لا زالت الخطورة طنجاوية. الجعدي للجهة اليسرى، رائع رائع تمرير الجعدي. العرضية لا زالت لاتحاد طنجة، هنا تسديدة قوية كانت اوت، تسديدة لاعب الوسطي حمزة في اللقطة الأخيرة اوت. شاهد هنا تهيئ والوسطي حمزة لاتحاد طنجة، بينما هدف لفريق الحسنية. أولى الأهداف، جول 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 الحسنية، والغزالة تحلق غزالة السوس بيكاتي كاتالوندي. أولى الأهداف لأصحاب اللون الأحمر والأبيض لمناصري الإرترا إيمازيغن. لا شيء لفريق اتحاد طنجة، واحد لا شيء، واحد لا شيء. كاتي كاتالوندي يفاجئ الكل. نشاهد هذه التمريرة الرائعة صوب كاتي كاتالوندي، وأولى الأهداف، خروج غير موفق. هذا أبو خنفر من الجهة اليمنى، عبد الله لكاتي، يطلب أبو خنفر الآن، لو كانت أمامية كانت أفضل يا كاتي. هذا أبو خنفر من جديد يريد التهيئة والتسديدة، عرضية كانت في متناول الغاية. مرباح، شاهدنا الخطر يأتي من الجهة اليمنى الآن لحسنية أكادير، وخاصة أبو خنفر. شاهد هذا التمويه، هذا الرائع أبو خنفر، هنا التهيئ. الساتي طريق صوب الشنتوف لاعب اتحاد طنجة، يتقدم الشنتوف، يطلب أليكسيس، الله عليك أليكسيس، أليكسيس سانشيز. الخطورة الآن والإمكانية لاتحاد طنجة، والكرة تلمس العارضة، كرة اتحاد طنجة تلمس العارضة الأفقية لفريق الحسنية، واللي يعني العارضة الجرباوي المهدي في اللقطة الأخيرة. وشيء تمريرة أليكسيس رائع، أليكسيس صوب خافي، هذا خافي كان قريب، كان قريب خافي. كرة من المدن يعيدها من جديد، وجمال البصري يني أحداث الشوط الأول بتقدم فريق حسنية أكادير على فريق اتحاد طنجة بهدف للا شيء. هدف هذا اللاعب على الصورة كاتي كاتالوندي في حدود الدقيقة 33. مشاهدينا الكرام، نذهب لصراعة ما بين الشوطين. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا الشوط الثاني من مباراة فريق حسنية أكادير وفريق اتحاد طنجة.
رضا والتمرير صوب الكياني الان تلعب بشكل مختلف الان زكريا الكياني الكياني وهنا الراسيه تعود من جديد للواسطي الواسطي الواسطي بينما المدن يتدخل المدن في المكان المناسب يمنع هدف لفريق اتحاد طنجه وتعود سريعا لاتحاد طنجه نلعب الدقيقه الثانيه والخمسون حسنيه اكادير لا زال يتقدم على اتحاد طنجه بهدف للا شيء اكبر هزيمة كانت لاتحاد طنجة هذا الموسم أمام الوداد الرياضي بثلاث أهداف للا شيء بينما أكبر هزيمة للحسنية كانت أمام المغرب التطواني بهدفين للا شيء كرة من فادي بن شوق الله عليك باي باي أراكم لاحقا يقول كاتي كاتالوندي بيأتي الرأسية عمل رائع هذه الكونيكس وهذا التواصل رائع ما بين فادي وكاتي كاتالوندي للمرة الثانية نشاهد ماذا يفعل يرمي بلاعبين اثنين خارج أرضية الملعب بهذا التمويه الجسدي أصبح هو من يقوم بصناعة اللعب الآن بوكسير وتمرير رائع الله عليك هذا خافي وتسديدة خافي كانت تمرير أرضية من خافي لا زالت الخطورة هذا المرابط لا زالت الخطورة طنجاوية كاني من جديد ماضي كاني لبوكسير وتمريرة بوكسير رائعة الخطورة الآن والكرة بضربة جزاء طنجاوية يقول الحكم جمال البصري إذا ضربة جزاء طنجاوية الآن لمصلحة فريق اتحاد طنجة وبطاقة صفراء تأتي على اللاعب البديل جونيور بيلي لا زالت ضربة جزاء لم تحسب بعد جمال البصري يعود يتأكد هنا اللقطة من زاوية أخرى حكم جمال البصري في حديث مع الذاكر الداد وهشام عيتعبو والحنفي السعدي المتواجدين في غرفة الفار اليوم لما هو قرار الجمال البصري الآن هل يكون التأكيد أم النفي الآن ضربة جزاء اسماعيل اسماعيل والهدف الاول اتحاد طنجه جول 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 اتحاد طنجه يتعادل يعيد ايضا يعيد المناصري الهيركوليس في هذه المباراه يعيد اتحاد طنجه في المباراه واحد للجميع واحد للفرسان فرسان البغاز وواحد ايضا لغزاله السوس غزاله سوس واحد لحسنية أكادير وواحد اتحاد طنجة الكل يريد ثلاث نقاط اتحاد طنجة والحسنية حذاري من الأخطاء المدافعين في الثواني الأخيرة ينهي الحكم جمال البصري واحد واحد لحسنية أكادير اتحاد طنجة المباراة تنتهي بهذا التعادل الإيجابي المباراة الرائعة والمثيرة إذن حسنية أكادير يتعادل أمام فريق اتحاد طنجة بهدف لمثل